نروح ايضا لمباراه مهمه وفريق مهم في النادي الاهلي في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي هو فريق 2003. ونروح للخبر ده، النادي الاهلي بكره ان شاء الله يعني هيلعب امام طلائع الجيش في مباراه مهمه جدا في نهايه الدوري، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويقدروا يحصدوا البطوله. فريق 2003 جاي من بعيد، كابتن شريف عبد الفضيل الامانه السنه دي عامل معاهم شغل كبير جدا. عندنا 99 لو كانت لعب او هو من الاول واخد البطوله لولا المباراه الفاصله، عندنا 2001 اخذ البطوله واحتفلنا بيهم هنا، عندنا 2006 بالقرعه كسب البطوله القرعه ما بين الاهلي والانتاج الحربي، وعندنا الفريق الرابع هو فريق 2003. عندنا اربع فرق في قطاع الناشئين السنه دي بينافسوا على كل البطولات، وكمان يعني ما شاء الله 2003 لو كسب بكره مع تعادل الزمالك او تعثر الزمالك هيلعب مباراه قويه جدا امام فريق انبي، نتمنى ان شاء الله فريق انبي التوفيق، النادي الاهلي يتوج بكره بالبطوله. لكن اهلي 2003 كان فاز، نشوف الخبر ده مع حضراتكم، كان فاز على انبي بثلاثيه في ملاعب الناشئين مدينه نصر، اسف في ملاعب انبي، كان احرز الاهداف سمير محمد هدفين وميدو اسامه هدف. وايضا في الجوله 16 فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 2-1. نروح نشوف مع بعض اهداف اللقاء ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. دي كانت اهداف لعيب الاهلي 2003 بعد فوزهم على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجه 2-1. ايضا نروح نشوف التقرير ده بعد الفوز مع لاعبي النادي الاهلي. مكسب مهم قربنا من الزمالك فارق نقطتين، ان شاء الله فاضل ماتشين، ان شاء الله احنا كلنا مركزين في الماتشين الجايين دول ان احنا نكسبهم ايا كان النتائج الثانيه ايه، ويعني ربنا يكرمنا ان شاء الله. طبعا كابتن خالد اتكلم معانا النهارده عن ان هو كان شاد عن اداءه، وده طبعا حقه، وفعلا احنا النهارده ادائنا مش زي الاداء المعتاد بتاعنا يعني، بس طبعا النهارده انت فاهم طبعا ضغط ماتشات ولسه لعب 90 دقيقه ضد الزمالك في الزمالك، وكان ماتش صعب والجو كان صعب، فالنهارده يعني الحمد لله احنا قدرنا نطلع بالثلاث نقط باقل الخسائر يعني الحمد لله. وان شاء الله يعني بوعد الكابتن خالد من خلالك يعني ان شاء الله الماتشين الجايين هيبقى اداء افضل ان شاء الله. والله يعني الحمد لله ده شغل طبعا في التمرين بناخده على طول مع كابتن شريف، شغل على طول جوه ال 18، وان الهاف لازم يضمه ويشتغل على الجون كتير، فيعني الحمد لله ده مجهود يعني في التمرين، والحمد لله ربنا كرمني النهارده بالجون ده. انا بدات اجري واتاهل يعني ان شاء الله ان انا ارجع الملعب قريب يعني كمان شهر شهرين كده باذن الله ابقى متواجد مع الفريق. وهو يعني شغال في الجيم كويس يعني مع كابتن حسن وكابتن كريم وكابتن طارق، وان شاء الله ربنا يسهل يعني باذن الله. كنا متعادلين في الاول، المباراه كانت كنا كسبانين 1-0، بعد كده هم تعادلوا معانا في المباراه صعبت شويه، بس الحمد لله رجعنا في النتيجه تاني وجبنا جون والماتش خلص 2-1 الحمد لله يعني كسبنا. وتاني حاجه انا ايوه بدات الموسم ما بشاركش كتير، بس الحمد لله يعني اجتهدت وبدات بقى لي تقريبا 10 ماتشات وبلعب يعني الحمد لله. هو الواحد لما بيبقى بعيد بيبقى زعلان اكيد، بس ما بخليش الزعل ياثر على مستواي في الملعب، ببقى راكن الزعل على جنب وبحاول مستوى كويس في الملعب، وهو ده اللي خلاني العب بعد كده ان كان مستوى كويس في التمرينات. طبعا احنا بنحفز بعض وناخد الماتش بماتش وهنركز في كل ماتش وهنقاتل في كل ماتش ان شاء الله لحد ما ناخد البطوله. كابتن خالد بيقول طبعا مش على الاداء وطالبنا ان احنا هنركز في الماتشات الجايه اكتر من كده، وان شاء الله هيكون الجاي احسن.